صافي نقيتهم، دابا رجعت لكم. صراحة غندير في الفران، وغندير واحد مقلي، ماشي مقلي مشوي، يعني حاجة بسيطة ديال الزيت. ولدي تيبغي في الفران، نوجد له شرمولة، ما تيبغيش فيه بزاف الشرمولة، تيبغي ياكل يكون خفيف، ماشي بزاف نبدل له الذوق ديال الحب. تنحتاج فيه الحامض، الليمون، تنحتاج فيه الحامض والزيادة، ونحتاجو فيه، انا ما تياكلو لياش البزار، الفلفل الاسود ما ياكلوهش، تنعوضو بشويه ديال السكينجبير، الجينجومغ، للحوت تيجي زوين في الحوت، والقزبر، قزبر ناشف، ماشي الكمون، قزبر ناشف، تيعطي نكهه ثانيه للحوت. والملح طبعا، خويا زيت الزيتون، صافي تنشدو الحوت نتاعنا السمك، تنحلوه، الكل تيعرف طبعا، ماشي تنوري لكم، وانما تنشارككم طيابي، تنشارككم الطبخ ديالي او طريقه الخدمه ديالي، كل واحد كيفاش تيخدم. انا تانا بغيت نشارك معكم الطريقه نتاعي. صافي تنحطوها، تنحطو الحوت كيما هكا، تنديرو من الداخل، تنحاول ندخل مع الشرمولة لداخل كلها كلها كلها، نحطو لها شرائح ديال الليمون لداخل، صافي تنخليوها أطول مدة ممكنة، اطول مده ممكنه العشيه، ولا انا وجدتها دابا، ومن بعد يكون واجد مره على مره، نطلع عليه طليله ونقلبو باش يشرب مزيان ديك الشرموله ديالو، وصافي ما تنديرلوش الثومه، ما تنديرلوش باش ما يجيش عسير هكا في الهضم، تيكون خفيف على المعده وخفيف، وتيكون الذوق ديالو رائع. انا هذه الطريقه باش نخدم الحوت. الاخر غنديرلو شرموله وغنديرو في الفران. السلام عليكم. عاودت رجعت لكم باش نكملوا الطبق نتاعنا نتاع الصائمين ان شاء الله. نفضل نعملو في هكا الفينو، لان الطحين الاخر سريع الاحتراق، ما تيعطيش ديك القرمشه. غندير له شويه ديال الملحه باش حتى هو ما يجيش صامت ولا فاد ولا كيفاش يقولوا له. درنا له شويه ديال الملحه، غنديروا فيه دابا السمك ديالنا، صافي نغطيوه كامل، نغطيوه كامل بالطحين ديالنا هذاك. وعندي انا هاد المقله، هاد النوع، كنت ندير فيها لي كريب اولا البغرير. صافي وملي تخبشات خليتها هكا، تنشوي فيها السمك، ولا درت فيها قطيره ديال الزيت طبعا، ما نقدروش نستغناو على الزيت. صافي ونحطوه، نحطوه، نقصوا النار، نحطوه هكا، نخليوه ما نقلبوهش حتى نحسوا بانه طاب، ما غاديش يتحرق، ما غيوقع له حتى شي حاجه. يلا ملي نقلبو نعاود نرجع لكم.
قلبتها قلبتها يا جماعه. شوفوا شنو قلت لكم، علاش قلت لكم راه بالدقيق تيخليها تحافظ على شكلها وتجي قرمشه، والنار تكون قليله مهيله النار، تبغردها تطيب ما شاء الله. تطيب شد راسها، منظر زويون محمره. ان شاء الله نكون وصلت لكم فكرتي وقلت لكم طريقتي في الطبخ، كل واحد بطريقته. ما تنقول لكمش طريقتكم خايبه ولا ما عرفتوش طيبه، ولكن كل واحد شنو تيجيه ساهل وشنو اللي تيجيه زوين، كل واحد وذوقه. ان شاء الله نتمنى تعجبكم. شوفوا داك الجمال يا الله. وتتكون هذه هي النتيجه، هذا هو الفطور ديالنا اليوم. ان شاء الله ربي يتقبل من الصائمين كاملين وشهيدكم في الجنه ان شاء الله. ولكن غادي تشكروني على هذه الافكار، لان فايتين مجربينهم الناس وعجبوهم، وحبيت نشاركهم مع اكبر عدد ممكن من الناس، لان بصراحه النتيجه رائعه ومذاق مختلف. والسمك بهذيك التتبيله اللي قلت لكم تيجي رائع، والجزر كذلك، والبطاطا الدراري تياكلوها يا اما مقليه يا اما ما تياكلولكش البطاطا بزاف، بهذه الطريقه صدقيني غادي ياكلوها. والمذاق مختلف، هنا كاين المعدنوس وهنا كاين القزبر، مختلف تماما. والسمك بذوقه الطبيعي ما فيهش بزاف منكهات، وبال الدقيق هذا الدقيق القمح تجي القرمشه احسن من الدقيق الحلويات، تيجي شويه محروق ويجي سهل الحرق، ومعاه شوربه سمك. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله مره اخرى نديرها لكم في الفيديو وحده. هذه شوربه السمك، وهذا هو الافطار نتاعنا، وربي يتقبل ان شاء الله. وشكرا لكم، وان شاء الله نتمنى انكم تعجبكم الافكار ديالي وتشجعوني في القناة، وشكرا.